بس البواطا في موان 3 بقاو لنا 3 فيديو ونكملوا المشوار والدراسه تاعنا لتاريخ الجزائر. اللي ما تبعش الفيديوهات اللي فاتوا 62 92 شفناها في فكره الكاري كيفاش تحطينا كامل ريصاننا في كاري. من 92 الى 99 قدرنا هكا فتره الهرم اي لا بيراميد، هرم الحاجيات الانسانيه اللي توجد في كل بيئة في كل مجتمع في كل وطن وفي كل دولة وفي كل فرد، وإذا غابت عوضت بشيء آخر كما راح نشوفوها في النهاية تاع هاد لا فيديوز كيف غير قاعدوا معنا. انطلاقا من 92 المشكلة راهو يديماري ديجا من الحاجيات الأولى، أزمة اقتصادية دخلتها أزمة اجتماعية زيد لها أزمة سياسية، ستادير زمان اللي بينوري والانقطاعات واللي دشري تقرعك وكضرب فيها تحويسة في الحومة باش تأكد باللي الناس كامل شافوك بهاد القرعة. ديجا في البداية كيفاش انت الحاجيات الأولى ديالك ما قدرتش تلبيهم بطريقة تخليك ترتقي يوميا، ما تخممش على الخبز على الزيت على السكر على القهوة على الحليب والسردين يبان لي كلوكس، امبوسيبل ديماري كيما نقولوا مشوار ايكيليبري متساوي متوازن. الحاجه الثانيه وهي الامن والحمايه، لو بوزوان سيكوريتي، جميع فرد فينا خاصه من الطفوله المطلب الاول هو الحمايه الامن. الامن في اطار حرب اهليه، قبل ما بدات حرب اهليه، في اطار دوله يقتل الرئيس ديالها اون لايف في الشاشه، الناس كبار صغار كامل تشوف، وش من امن وش من حمايه مضمونه في هذا الاطار. وحين راح ندخلوا في زمن حرب اهليه، جميع جزائري في حركه مشكوك فيه. العنصر اللي كون المجتمع وهي الثقه، لا كونفيونس ما بين كل الافراد، انعدم، ما يوصل في النهاية إلى وشنو؟ تفكيك شبكة العلاقات الاجتماعية الموجودة في هذا المجتمع على أساس ثقة إذا كل واحد مشكوك فيه. الحاجة الثالثة المحبة والانتماء، لامور إلى بارتنونس، من الطفولة إلى الارتقاء الأعظم، ستادير تكون أنت بذاتك عائلة. إذا ما عندكش دار، إذا ما عندكش خدمة، إذا الفهم تاع الحب مفهوم إلا في إطار جديد مقلص ديجا احنا في البداية، باسكو كولتور تري شاس، ثقافة مبنية على الحياة، العائلة، خويا صحابي، أما الحيز الآخر كلي عيب كما نشوفوا فيديو تحبيبنا أنستينا، ولا حرام. ستادير تبقى المحبة إلا في إطار الله ولا فلا إطار عائلي قبلي. جميع إنسان ما عندوش العقيدة ديالك ما تحبوش، ستادير تزرع أولا الكره وثانيا بس كل محبة خارج الإطار العائلي ما تكزيستيش، راح يزرع شنو؟ العشق والغرام في كل التطرفات ديالو، ما يجعل إنسان شعب مضوبي بشعب حسني الله يرحمه، بس كي كومبوزي حاجه اللي ما كانش موجوده وهي الحب. واذا كاين شاب حسني ما كاش لانتيميتي. مي زونفون اي سون طاريفي ا لاج دي سماري اون بو با اون دورا ا 4 دون جيني اون كومونس ا ديفينير فو جو سي با اون ا با دافينير مون فيس il a 25 ans il peut pas se marier il dort avec moi et l'autre il dort avec moi je peux pas faire mes besoins avec ma femme. رابعا الحاجة الرابعة هو التقدير، جميع إنسان فينا مرة أخرى من الطفولة إلى العمل اللي راح تمارسه كمهنة في حياتك تحوس التقدير الاستيم عبر هذا الشيء، ما تقدمه انت كعنصر في المجتمع. بصح التقدير يجي كما نقولوا اذا انت في اطار العمل الجدي تقدم توارث، واذا نجحت وتعلمت الاراده الانسانيه راح تدفعك ما من تراك تلقي العلم المعرفه ولا المعلومات اللي عندك. شير وذ بيبل فيدباك تو سوسايتي، لازم تقدم انت اون ايشونج. المشكل في التسعينات انت كي تشوف ناس يديروا خدمتهم ريكتور دونيفرسيتي ولا صحافي ولا طبيب ولا مناضل ولا مفكر ولا كاتب يقتلون، واش من تقدير تحوس؟ تحوس تعيش اونيكمون في لانونيما لا ديسكريسيون، واحد ما يسمع بك، ما يجعلك في النهايه ترضى بكل شيء باسكو الامن ما كاش. الحاجة الخامسة وهي التحفيز، لا ستيمولاسيون، جميع إنسان مرة أخرى باش يكون إنسان في ارتقاء ذاتي يلجم له حاجة كل صباح تحفزه أنه ينوض يبكر ويسعى عليها.
une chose qui le stimule. Et dans mon enfance, quand on nous dit que nous sommes en train de jouer, on sort, on sort, on sort, on sort, on l'apprentissage, l'ilm. Il y a un élément qui est le jeu. Le jeu, basketball, NBA, match de Houma. Le football, Champions League, match de Houma. Il faut aller match de Houma et faire le jeu. Nous avons un autre volet, c'est le fin. Qui tu vois, c'est le fin qui est en train de faire الثقافة الدولية une culture d'état l'état هي الدولة هي اللي عندها وسائل إنتاج الثقافي يستحيل أن الثقافة تلعب خدمتها وهي لا سوبرسيون ديرونجي طيح كل الطابوات وكي تشوف من جهة واحدة أخرى راه جاي فكر جديد يقول لك باللي نعرف احنا لي جور دو فيلم اللي يقلوا ولادنا ولاد الشعب الجزائري المسلم اون سي سكو سي وكونوا في خدمه الاسلام اي فو فيري كومون كيفاش نقلبوا السينما فو فيري اي ما يخلق في النهايه بيئه تعقم كل هذيك الطاقه الابداعيه تاع افرادها وتاعها هي ففي النهايه امام هذه الحاجيه عندك خطاب وطني اي تكلم الا في اطار الوطنيه عمرك ما تقول الحقيقه اتس ايزي وعندك اطار ثاني اسلامي اسلاماوي اخواني افغاني سلفي وهابي تكفيري لجميع انتاج فني حرام سكي بيزار تكلم بسم الله حرام واش يبقى يحفزك في اطار كيما هذا نقول لك واش يبقى يحفز في هذا الاطار كيما هذا وحي تواصل على 20 سنه راحين يجوا راح يحفزك الهربه ولا التمني ولا التمني من بعيد ان الجزائر تتسقم انا من دوك نهبط انا راح دوك شو الكلام حلول انا راح تحب تبدل الدنيا تحب تبدل البلاد تحب مش عارف انا روح نيبورت كال بلاد نيبورت بلاد وين نصيب روح وين تبنبن اللي فيها هنايا ما كان لي خدمه نقدمه تكيل في باش تروح يلزم لك في الفيزا تروا في جدي باي تترد كونجي وراه تترد كونجي على العام وانت كونجي ما يبقى لنا في هذا الهرم نقطتين ما راح نحكي عليهم لان يصعب التحقيق ديالهم اذا ما تقدرش تكسب قوتك اليومي واذا المشكل ديالك الخبز والزيت والسكر وهما كسب حكم ذاتي سيتادير اون اوتونومي ما تعيش حياتك كامل في لاسيستانه ما تستناش يمدوا لك يجيبوا لك يحقوا لك يعطوا لك يزوجوك والنقطة السابعة هو كسب هدف في الحياة ان بوت دون لا في في الحقيقة إذا ما تلبيش الحاجيات الأولى ديالك كاع واش راح يجي من بعد راح يكون بريكولاج وكما قلت في البداية الطبيعة تكره الفراغ فأمام هذا الهرم اللي عجزت أن تحقق الحاجيات دياله وهي حاجيات بالفطرة فيك مكونة فيك راك راح تحقق هرم جديد وهو خويا محمود واش راك والله لا بس رانا عايشين رانا ناكل ونشرب ونتنفسوا والفاميليا اخوك راشيد والله غير الحمد لله عطاولو السكنه وتزوج قريب والله غير تزوج ودار دراري ما شاء الله الله يبارك بصح بعيد سيدي عبد الله كومام والله غير شي راك سي كروسه من عند جارو عاونو في السومه الحمد لله طيح شويه اون بان بصح كاين والحاجه والله غير بعثناها عمره الشيخ مات الله يرحمه الله يجعله من اهل الجنه ها واش يولي المشوار ديالك مركز على الماديات والمظهريات ويجعلك انسان ذو مشكل واحد وموحد في حياتك ارمي الهرباء اذا لمن استطاع اليه سبيلا انك تصبح عضوا عايش باش تاكل وليس عضوا ياكل باش يعيش انقلاب الهرم ما وليناش في الارتقاء ولينا في الحفير قدام هذه الوضعيه راهو جاي بنادم قصير القامه على بالكم شكون اللي يشفالو فهم الجيم فهم باللي لوفري لا دوموند هي كما نقولوا القاعده الاساسيه اللي لازم تفهمها في الاطار السياسي وخاصه لازم تكون عندك الشبكه اللي راح تلحقك الى الحكم وهو المطلب الوحيد لهذا المجتمع اللي راه خارج من حرب اهليه اللي شاف فيها اللي ما لازمش ينشاف وين لو بسيشي ديالو نضر ونقاس وين لا كونسيونس كوليكتيف ديالو وليماجينير كوليكتيف ديالو اغتصب راح يقدم مشروع بكلمة واحدة الأمن والسلم المشكل الأمن والسلم شافوه باللا حركة والجمود والاستقرار فهموا أيضا بفكرة اللا حركة والجمود شوفوها في الفيديو الجاية على هذا الكلام نقول لكم برك حاجة باش تقدروا تعاونونا الناس كامل اللي تبعتنا لي ميساج يعطيكم الصحة تعاونونا غير بالبارطاج هذا ما كان بقاو لنا مور هذه زوج لي فيديو ونكملوا المشروع ديالنا نجوزوا لحاجة واحدة أخرى ولا it's over for us تهلاو في روحكم ويلاقينا الله في أمانه روحوا بسلامة